الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي عبر موقع منار الإعلام بالدكتور سعيد محمد جديدي، أستاذ بكلية القانون جامعة طرابلس، وأحد حاضري مؤتمر طرابلس الوطني لهذا اليوم اللي وافق 24 سبتمبر 2011. دكتورنا، كيف كان المؤتمر اليوم؟ المؤتمر طبعا إذا تسألني عن المؤتمر فقد تكون إجابتي مجروحة، لأني يعني أحد أعضاء اللجنة التحضيرية لإنشاء المؤتمر في البداية، وواحد من أعضاء الأمانة، وأنا الذي أدرت الجلسة الثانية لاجتماع هذا المؤتمر. ولهذا يمكن يعني من وجهة نظري الخاصة أنا أرى أن المؤتمر قد نجح نجاحا باهرا، واستطعنا أن نجمع فيه كل ما يمكن جمعه من خبرات هذا البلد ووجهائها وأعيانها والمعروفين فيها بالوطنية والتضحية والفداء في هذه الثورة. بالإضافة إلى ذلك يعني حضر كل الشرائح المهتمة بمختلف الأنشطة، سواء الأنشطة الإدارية أو الأنشطة الأمنية أو الأنشطة السياسية أو الأنشطة المتعلقة بالإدارة في ليبيا بالكامل، واستطعنا أن نحشد هذا الحشد الكبير ونحتفل هذا الاحتفال اللي ربما لم نحتفله سنوات عديدة، من 40 سنة يمكن لم نجتمع مثل هذا الاجتماع ولم نكن فيه بمثل هذا الوضوح ومثل هذه الشفافية في كل ما طرح من أفكار وما طرح من آراء وتعليقات في هذا المؤتمر. يمكن قد تسألني يقول لي المؤتمر هذا كيف جاء ومن أي فكر نتج أو ما إلى ذلك، فأنا أقول لك أنه هذا المؤتمر جاء نتيجة لاجتهادات شخصية من الناشطين في حركة الثورة، ورأوا أن من ضمن المؤسسات التي يجب أن تكون فاعلة في المجتمع هذا المؤتمر، ليكون أداة توازن بين الحلقات المختلفة في الإدارة والسياسة، وليكون أيضا بيت خبرة لكل الجهات المعنية في الدولة، وليحل ويملأ الفراغ الذي وجد بنجاح الثورة. إن التاريخ نجاح قبل الثورة ومن تاريخ نجاحها إلى حين أن تتكون المؤسسات ويصدر الدستور وتنشأ الدولة بصورتها التي نتمناها لها إن شاء الله. نعم دكتور، الحضور ما شاء الله كان قرابة 800 شخص على ما أعتقد، حسب ليس أقل. نعم كل حال من الأحوال. شنو يعبر الرقم؟ الحقيقة الرقم يعبر عن مدى تشوف الناس للإسهام في رسم سياسة مستقبلية لهذا البلد. والحقيقة ربما أكثر حاجة أتعبتنا وأرهقتنا هو أنه كل من جاء إلى المؤتمر جاء يسأل ما هو المعيار الذي حددتم به الرقم. كان المفروض أنه يكون أكثر من هيك، من اللي أقل وطنية من الذين حضروا، من اللي أقل إمكانيات لتقديم الخدمات للدولة من الذين حضروا. وكنا يعني آخر كلام أنا كنت ننتهي به نقول له حط روحك في مكان اللجنة التحضيرية وهل تستطيع أن تجمع أكثر من هذا العدد أو لا تستطيع. ولهذا نعتذر لكل الذين لم نتمكن من دعوتهم أو لم يكونوا حاضرين للمؤتمر، نعتذر إليهم باعتبار أنه لا المكان يتسع ولا الزمان يمكن أن ننجز فيه المطلوب منا إنجازه في هذا المؤتمر. الخطوة القادمة دكتور؟ الخطوة القادمة للمؤتمر هو مزيد من ترسيخ أهداف هذا المؤتمر وتكوين اللجان المتخصصة التي ستقدم الخدمة والاستشارات وتوجد على أرض الواقع وتسهم في بناء الدولة الجديدة إن شاء الله بإسهاماتها المتعددة، وحلقات الوصل التي ستكون بين أمانة المؤتمر
والجهات المختلفة في الدولة. دكتور شكرا جزيلا لك. أشكرك. الله يبارك. أشكرك.